أعزائي المستمعين، نظم معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات وتحت مظلة مركز قطر للذكاء الاصطناعي صباح اليوم الخميس حلقة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي والمواصلات، وبالاشتراك مع برنامج قطر الذكية تسمو شارك فيها كوكبة من الباحثين القطريين والدوليين. مزيد من التفاصيل، سعدنا أن يكون معنا الآن عبر الهاتف الدكتور سفيان عبار، خبير في التنقل الحضري ووسائل النقل والذكاء الاصطناعي في معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة. دكتور سفيان، مساء الخير. مساء النور. حياك الله دكتور. لو تعرفنا في البداية على أهمية هذه الجلسة النقاشية. نعم، أولا لو تسمح لي نيابة عن معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، أود أن أشكركم على الدعوة الكريمة وأريد أن أحيي جميع المستمعين من خلالكم. حقيقة هذه الورشة تندرج في ضمن مجموعة من الفعاليات التي نظمها مؤخرا معهد قطر للذكاء الاصطناعي. من شهرين مثلا قمنا بتنظيم ورشة حول دور الذكاء الاصطناعي في الأمن الغذائي الذي يعني بأهمية قصوى في البلد خاصة في ظل الحصار الحالي، ومن أسبوعين كذلك نظمنا ورشة قدمنا خلالها مدخل للتعلم الآلي المشين ليرنينج، حيث استحضرنا مجموعة من الخبراء العالميين إضافة إلى خبراء محليين، وقاموا بتدريب عدد لا بأس به من المهتمين الموجودين في قطر على مدار يومين. أما اليوم فقد انتقلنا وتأينا أن نتطرق لموضوع النقل الذي يعتبر من أهم جوانب الحياة اليومية في كل بلدان العالم وخاصة في قطر، إذ كما تعلمون مجال النقل يمثل 6% من الاقتصاد العالمي. وحتى تكون هذه الورشة ناجعة وفعالة ارتأينا كذلك أن ننظمها بالمشاركة مع مبادرة تسمو من وزارة النقل والاتصال حتى يكون لها النجاعة الكافية. نعم دكتور، ماذا عن المشاركين في هذه الورشة؟ نعم، في الحقيقة نجاح أي مبادرة كهذه يتوقف على مشاركة جميع الأطراف الفاعلين، فقمنا بتوجيه دعوة للقطاع الحكومي الممثل في وزارة النقل والاتصال. القطاع الأكاديمي كان حاضر بقوة كبيرة وكان ممثل في كوكبة من الباحثين، استحضرناهم من أمريكا، من أوروبا ومن آسيا كذلك، سنغافورة بالتحديد، إضافة بالطبع إلى مجموعة من الباحثين في معهد قطر لبحوث الحوسبة الذين يشتغلون كثيرا في مجال النقل. أخيرا قدمنا الدعوة كذلك للقطاع الاقتصادي الذي كان ممثل في شركة محلية كبيرة على غرار الريل، كروة مواصلات، كيوميك، إضافة إلى شركات ناشئة ارتأينا أن نعطي لها فرصة للظهور. نعم دكتور، ما أهم ما تم طرحه خلال هذه الجلسة من أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي لأغراض المواصلات؟ نعم جيد، بداية صاحبة السعادة ريم المنصوري التي القائمة على مبادرة تسمو بوزارة النقل والاتصال قدمت عرضا شاملا حول مبادرة تسمو، وقد بينت كيف تقوم هذه المبادرة بمحاولة إدخال تكنولوجيات الاتصال الحديثة في مجالات عديدة من الحياة اليومية، وركزت بالطبع على الجانب جانب النقل والمواصلات، ولكن كانت في مجالات ثانية مثل الصحة والرياضة والبيئة. المجموعة من الباحثين، دكتور شاشي من أمريكا تحدث عن استعمال الذكاء الاصطناعي لإيجاد أنجع طرق إخلاء السكان في حالة الكوارث لا قدر الله، وقد بين أنه بالاعتماد على البيانات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي يمكن تقليص مدة الإخلاء. دكتور جونسون من دنمارك تكلم عن خوارزميات حديثة جدا تقوم بإيجاد أفضل المسارات للتنقل من مكان إلى آخر، فلو أراد الشخص الذهاب من منزله إلى العمل اليوم نعتمد على جوجل مابس مثلا، ولكن هو بين أنه فيه مسارات ممكن تكون أفضل من التي يقترحها تطبيق مثل جوجل مابس. في الأخير قام مجموعة من الباحثين بمعهد قطر لبحوث الحوسبة بعرض مجموعة من المشاريع التي يشتغلون عليها مع جهات محلية ودولية، أهمها وزارة النقل، كروة، قطر للطيران، أين نقوم بمحاولة تنبؤ بالجهات المستقبلية للناس، وكذلك في مشاريع مع شركة بوينغ وشركة تاكسيفاي وفيسبوك. نعم دكتور سفيان، يعني كيف يمكن الاستفادة من هذا التطور في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال المواصلات لدينا في قطر؟ نعم، في الحقيقة قد يتعجب المرء، ولكن هناك عدد كبير جدا من المبادرات الحالية هنا بدولة قطر تعنوا بإدخال واستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة في مجال النقل. ممثل عن شركة الريل مثلا تحدث مطولا عن كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي في مترو الدوحة والذي سيعملون على إطلاقه إن شاء الله في غضون أسابيع.
هناك شركة كار وكذلك تعتمد كثيرا على الذكاء الاصطناعي في إرسال السائقين وتوزيعهم في المناطق العدة للبلد. مبادرة تسمو وصاحب السعادة ريما منصور تحدث كثيرا عن مجموعة كبيرة من المبادرات مع طبعا مع الشركاء الاقتصاديين مثل مايكروسوفت مثل أوراكل إلى آخرها، أين يشتغلون على إدخال الذكاء الاصطناعي في الحلول النقلية والمواصلاتية في الدولة. نعم، نتمنى لكم التوفيق. الدكتور سفيان عبار، خبير في التنقل الحضري ووسائل النقل والذكاء الاصطناعي في معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية دكتور، ما قصرت. شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا الله، يا أهلا وسهلا.